نحو خطوة جديدة لمزيد من تمكين الشباب في مختلف الهيئات والمؤسسات على أرض الواقع. هذا ما شهده برلمان 2020 الذي يعد ترجمة لهذا الأمر. التمكين بات حقيقة على أرض الواقع، لم يعد مجرد شعارات. الشباب متواجدون في مختلف القطاعات، وهناك حرص كبير من القيادة السياسية نحو مزيد من التمكين. فشهد البرلمان قفزة ضخمة في تمثيل المرأة والشباب بما يقارب 50% من تركيبة المجلس الجديد مقابل 20% كانت في 2015. بروز النساء والشباب بصورة واضحة فضلا عن التعيينات الرئاسية المرتقبة بما قد تضفيه من تنوع أكبر على تلكم الخريطة بشكل يزيد فيه عدد الأحزاب الممثلة ويرفع مستوى التمثيل النيابي للنساء والشباب والكفاءات التكنوقراط تحت القبة. للشباب دور حيوي في عملية دعم التنمية، وهذا يعود لما يمتلكه من طاقات وقدرات وخبرات بعد عملية التأهيل التي تمت وما زالت تتم على الأرض من خلال البرامج والندوات والمؤتمرات والدورات. حصدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 28 مقعداً بالقائمة الوطنية التي خاضت انتخابات مجلس النواب، حيث تعود قصة نجاح هذا الكيان الشبابي إلى حالة التناغم الشديد بين أعضائها والتوافق حول المصلحة العامة للوطن، وكذلك لما يتمتع به أعضاؤه من الثقافة العالية والخبرة التي اكتسبوها من عملهم في المجال العام. ليكون برلمان 2020 هو برلمان تمكين الشباب والمرأة، فالثابت الآن بروز النساء والشباب بما يقرب من 50% من تركيبة المجلس. النائبات الجدد في ضيافة من مصر، وجوه من مصر كان لازم نديلهم مساحة ونتكلم معاهم ونشوف أفكارهم الجديدة ونشوف مفهومهم المختلف اللي أكيد هيضيفوه على المجلس، مجلس النواب. وفي نفس الوقت أنا سعيدة جدا أنه المرأة المصرية بتجد هذه المساحة في المجلس علشان تناقش مش بس الأفكار اللي بتخص المرأة زي ما دايما بنقول، ولكن كل أفكار المجتمع، لأن المرأة هي عماد وأساس المجتمع. برحب بكنا، برحب بأميرة العدي عضو مجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. أهلا يا أميرة. أهلا. وبرحب بالدكتور غادة علي عضو مجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. أهلا بك يا دكتور. أهلاً. وبرحب بمي كرم جبر عضو مجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. أهلا بك. أهلا بحضرتك. أنا قلت نقعد هنا، نقعدش على الديسك كده ونتكلم براحتنا ونشوف أهم الملفات اللي انتوا واخدينها كأولوية وانتوا بتبتدوا المهمة اللي بتصور انها يعني مهمة مزدحمة جدا بالأفكار وتقيلة، لانه احنا في انتظار أشياء كثيرة كفتيات وكسيدات في المجتمع المصري. أنا هبدأ الأول بمفهوم بتشتركوا فيه جميعا وهو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. أميرة، عايزين يعني شرح ما هي هذه التنسيقية ببساطة كده للمشاهدين. هبسطها على قد ما أقدر. الموضوع بمنتهى البساطة ده تجمع لمجموعة من الشباب السياسيين وشباب الأحزاب. تمام. إحنا بنقول عليها منصة حوارية. ليه بنقول منصة حوارية؟ لأن أساس التجميعة دي كانت إن إحنا نتكلم مع بعض. كان عندنا محاولة في 2016. المحاولة بعد عدد من الشهور كان بتكليف من الرئيس لما كلف شباب الأحزاب. وقتها أنا كنت حزبية، ما كنت شباب سياسي، بملف محو الأمية. كان في منتدى شباب العالم، فأول نسخة من منتدى شباب العالم. بعدها بكم شهر ما قدرناش إن إحنا نحقق إن نطلع بتنسيقية أو نطلع بائتلاف أو بشيء يجمعنا ونكمل شغل مع بعض. الحقيقة أن الفكرة اتجددت في 2018، أن احنا قررنا، كنا شايفين وقتها أن الوضع السياسي في مصر يسمح أن احنا نشتغل،
ان احنا نحط ايدينا في ايدين بعض، وكنا شايفين ان البلد محتاجه ده، محتاجه ان الشباب السياسي والشباب الحزبي يقعدوا مع بعض ويحاولوا يوصلوا افكارهم للقياده السياسيه، وكمان ان هم ينزلوا كمان لمستوى التواصل مع المواطنين. كويس. قدرنا بعد قدرنا نعمل مجموعه من الجلسات، كان عددنا الاول ما كانش كبير، النهارده احنا 26 حزب وتقريبا 190 شاب سياسي، عددنا ضخم جدا في الشباب السياسي. قدرنا بعد فتره ان احنا نتماسك ونعمل تنظيم داخلي لينا، تنظيم فيه ما بنجيش على الاحزاب، ودي نقطه مهمه، لان كل الناس فاكره ان التنسيقيه حزب او التنسيقيه كيان مستقل بذاته، لا، التنسيقيه فيها شباب حزبي عنده مكتب سياسي ورئيس حزب وبيرجع لحزبه وفي كل خطوه بيعملها، وفي نفس الوقت فيها شباب سياسي مستقل اللي هو ما دخلش احزاب وما كانش مقتنع بدخول الاحزاب. أيوة. ودول عدد كبير جدا من الشباب. قدرنا ان احنا نتجمع، قدرنا ان احنا نطلع بالتنسيقيه. الموضوع في البدايه كان صعب انك تقدري تتكلمي تجيبي حد من اليسار وحد من اليمين وحد الليبرالي وحد زي حزب النور وتقعدي كل الناس دي مع بعض وتقولهم حاولوا تتفقوا. فحطينا قاعده كانت مهمه جدا، احنا طول الوقت بنتوافق، عندنا رولز، عندنا مجموعه قواعد هي دي اللي بتحكمنا، اللي بنقدر من خلالها في الاخر نقول احنا هناخد الموقف ده ولا لا. غير ان في حريه كامله ان احنا لو مش قادرين ان احنا نوصل لموقف ان كل واحد يعبر عن نفسه. طيب دكتور غاده، يعني بالمفهوم ده اللي اميره قالته، اكيد في يعني ابداع او فكر جديد بتطرحوه في الفتره اللي جايه دي، بما يتوازن بقى مع الاحداث اللي احنا عايشينها، مع التحديات اللي انتوا نفسكم قابلتوها يمكن طبعا في الانتخابات، ممكن تقولي لي يعني ايه المختلف؟ تمام. بصي يا ريهام، انا هضيف على كلام زميلتي اميره، يمكن هي تناولت الموضوع من ناحية التأسيسية والمرجعية بتاعتنا بدأنا ازاي، خليني أكلمك عليه بشكل آخر يمكن يهم الشباب أو روح الشباب من منظور آخر. التنسيقية عبارة عن فكرة، حالة، مبادرة نقية بتمارس السياسة بمفهوم جديد، وهو ده اللي احنا عاوزين نقدمه. بدأنا فكرة السياسة بمفهوم جديد تتحول معانا لبرلمان بمفهوم جديد. الفكرة اللي أشارت إليها أميرة إن احنا مجموعة من الحزبيين والسياسيين المستقلين، ده بيهم مجتمع الشباب جدا، لأن كان أثير فترة إن الشباب اللي مش في الأحزاب ما لهمش مكان في السياسة، وإن السياسة هي السياسة البحتة. أيوة. السياسة بقت متدخلة معنا في كل مجال ونواحي الحياة، السياسة التنموية، السياسة في الاقتصاد، السياسة في العلم والتعليم، السياسة في التكنولوجيا، السياسة في كل حاجة. فبدأنا نضم للمنصة بتاعتنا يعني فئات أخرى من الشباب، أعمار جديدة وكتيرة ومتنوعة من الشباب إلى أقصى حد اللي هو الأربعين سنة. فبدأنا يبقى فيه تنوع فكري غير عادي في جميع المجالات. التنوع ده يعني بدأنا نحطه على منصة واحدة نتوافق فيها، بنختلف في اختلاف الأيديولوجيات السياسية والأفكار بين مؤيد ومعارض، لكن بنتفق على ثابت وثوابت اللي هي مصلحة الوطن ده. احنا كلنا عاوزين الصالح العام للوطن ده، اي تهديد خارجي او داخلي بنقف قدامه ايا كانت الاختلافات، وهي اختلافات وليست خلافات. فاحنا بنقدم مبادره روح جديده لروح الشباب، والاختلافات دي صحيه، يعني ده مطلوب صحيه أساسا. جدا، ما هي اختلافات فكريه مش اختلافات شخصيه. تمكين الشباب كان قعد يعني فترات طويله، يمكن اكتر من 3 عقود عباره عن كلمه رنانه بنزوق فيها المؤتمرات والمنتديات، لكن اصبح واقع، اصبح ان في شباب بيتمكنوا فاعمارهم المختلفه بدات يظهروا على الساحه، نواب محافظين، نواب وزراء، معاونين محافظين، مستشارين، بدا يبقى ليهم امل جديد. التنسيقيه هدفنا منها، لو هتكلم كغادة علي مع زملائي، هدفنا ان احنا نصدر صورة للعالم. التنسيقية لازم تعبر عن مصر في ثوبها الجديد، مصر الحديثة، البرلمان المصري الجديد. احنا مصر دي هتبقى ان شاء الله قد الدنيا، مصر اللي قد الدنيا اللي حصلت فيها تنمية في البنية التحتية ومشاريع قومية، محتاجة كمان تنمية في الناحية الدستورية طبعاً والتشريعية والفكرية، بقية بقاء الزمان يعني بإذن الله. ايه الفرصة الجديدة اللي فتحتها الدولة من خلال هذا التمكين، تمكين الشباب، تمكين المرأة، التنسيقية؟
هي فرصة عظيمة جدا، لأن المرأة والشباب كانوا أكثر فئتين مهمشين في الممارسة السياسية وفي الحياة السياسية. في عهد الرئيس السيسي احنا شفنا أكبر تمثيل للشباب في الحياة السياسية وأكبر احتواء مر به جيل، يمكن احنا نعتبر نفسنا جيل الوسط. احنا عشنا في بداية شبابنا في وقت كنا فعلا مش قادرين حتى فيه نعبر عن رأينا، ومرينا بالمرحلة دي ومرينا دلوقتي بمرحلة التمكين. دورنا حاليا مش بس ان احنا نبقى سياسيين اقوياء، دورنا كمان ان احنا نمهد الطريق للشباب الصغير علشان ما يمرش بنفس اللي احنا شفناه ومرينا بيه. نديهم من خبرتنا وكمان نوسع لهم الطريق. مفيش شيء هنمتلكه الى الابد، احنا موجودين علشان نمهد الطريق للشباب الصغير علشان ما يمروش بالتواصل. طبعا التواصل هنديهم من خبرتنا، هنبدا نساعدهم في تحقيق احلامهم وافكارهم كمان. دي حاجه مهمه جدا. بالنسبه كان في مقابله كنت بتتكلمي عنها عن التعامل مع الطلبه، الدور اللي مطلوب الفتره اللي جايه بالنسبه للتعليم، المناهج، المؤرخ المصري. ده حقيقي. خلال فترة الدعاية الانتخابية أنا كنت حريصة جدا أن أنا ألتقي بعدد من الشباب على اختلاف مرجعاتهم السياسية والثقافية. ما كانش عندي شروط معينة في الشباب اللي أنا هقعد معاهم، بس مجرد أن أنا عايزة أقعد معاهم وأسمعهم أكتر ما هتكلم معاهم. فقابلنا فتيات من طالبات جامعيات، وكنت حريصة أن أنا أعرف في الكليات النظرية انتوا بتتخرجوا بعد كده بتلاقوا شغل ولا لا. عندنا مشكله في كليات النظريه ان هي لا تتماشى مع سوق العمل. فقابلت فتيات طالبات من اداب تاريخ، وهم اللي اقترحوا فكره مبادره المؤرخ المصري. ما بقاش فيه لقب المؤرخ المصري، ده مش موجود في الوقت الحالي. واحنا عندنا شباب كتير مثقف وواعي، ومصر دوله لها تاريخ وليها احداث حاليه دلوقتي المفروض انها تتكتب، ويبقى في مؤرخ مصري هو اللي ساهم في تخليد هذه الاحداث، توثيقها. طبعا توثيقها وتخليدها. فمهم جدا عوده لقب المؤرخ المصري والمؤرخه المصريه. كمان شباب المهتم بان هو يكون ليه فكره في مشروع ياسسها بنفسه وتبقى ليه علامه تجاريه خاصه بيه، بيبقوا خايفين جدا ان هم يظهروا بالافكار دي عشان معرضه للسرقات. وكمان المبدعين والمثقفين على اختلاف اعمارهم برضو عندهم مشكله في حفظ حقوقهم على المنتج الثقافي اللي بيقدمه. الفكره. فكانت الفكره برضو من خلال الجلسات مع المثقفين والشباب ان احنا نفعل الماده 69 من الدستور بانشاء جهاز حمايه الملكيه الفكريه. فهو ده التواصل اللي انا اقصده، هو ده احتواء الشباب اللي انا اقصده. اكتشفت ان هو بناء جدا وفعال جدا ومثمر جدا، وفي النهايه بنوصل لنقطه اتفاق مهما كانت كنا مختلفين. مهما كنا من مرجعيات مختلفه، لكن في النهايه الاحتواء والاحترام بيخلينا نبقى قاعدين في جلسه واحده كلنا هدفكم واحد، الوطن هدفنا واحد. وكلنا مخلصين الجلسه دي واحنا اصحاب. وهنبدا نشتغل بعد كده بروح واحده وبايد واحده. ممتاز. طيب أميرة بقى ندخل في الموضوع، قولي لي بقى ايه اللي شغلك؟ يعني انت داخله الحياه دي وانت اكيد عندك قضيه، عندك يعني موقف عايزه تثبتيه، عايزه تاكدي عليه، عايزه تنتجي فيه، قولي لي ايه الاولويات؟ طبعا في اولويات كتير جدا، بس خليني ابداها لك بقى من بدري شويه. أنا كنت من الناس اللي شاركت في 25 يناير. أكيد أنا لما نزلت 25 يناير كان عندي أحلام كبيرة قوي ليها علاقة بإن حياتنا تبقى أحسن. وإزاي ممكن حياتنا تبقى أحسن؟ الحقيقة إن عشان نحسن حياتنا إحنا محتاجين مجموعة من الإجراءات، مش كلها تنفيذية، في حاجات منها متعلقة بالرقابة، في حاجات متعلقة بالتشريع، وفي حاجات عشان أصلاً يبقى عندنا حياة سياسية سليمة محتاجين مجموعة من التشريعات. لما جت الفرصه واحنا بنتكلم النهارده في 2021 ان احنا خلاص كلها كم يوم وهنبقى بنحلف القسم وهتبدا جلسات البرلمان كده، انا عندي اجنده مليانه بالاحلام. منها طبعا على راس الاولويات تمكين الشباب، منها اصلاح الحياه الحزبيه عن طريق التشريعات، قانون الاحزاب، قانون مباشره الحقوق السياسيه، منها ان احنا محتاجين محليات بسرعه جدا. يعني اكتر مشكله كانت بتواجهني انا وزمايلي وقت ما نزلنا في الدعايه الانتخابيه ان الناس بتطلب مننا خدمات،
ان انت طول الوقت محتاجه تصلحي الصرف الصحي، محتاجه تشوفي البلاعه، ماسوره الميه، قرار دي علاج. فكره النائب برضو، الفكره دي فكره نائب الخدمات بالظبط، يعني مترسخه في اذهان المجتمع النائب، وده عشان ممارسه هيعمل كل حاجه، حضرتك هتصلحي البلاعه وهتعملي لنا قانون وهتناقشي الموازنه وهتعملي كل حاجه. بالمناسبه ان النائب يعمل خدمات، انا ما بشوفش ان ده خطا، هو طبيعي لازم يعمل خدمات لاهل دايرته، بس الاهم انه يكون في محليات هو قادر انه يحكم الرقابه عليها. المحليات بتشيل هم كبير قوي، هو اللي هينزل يصلح البلاعه، احنا دورنا نعمل القوانين وان احنا نراقب. لما يبقى عندك قوانين هتخلي حياه الناس احسن، لما نقدر نرجعي برضه للمحليات ان هي المشكله الاساسيه، لما نقدر نطلع قانون محليات محترم هيبقى عندنا في النهايه مجلس محلي هيقدر يحاسب محافظ، هيقدر يستجوب محافظ، هيقدر يقيله، فهيبقى في صلاحيات تقدر تمكنه انه ينفذ ده. نفس الحكايه انت لما بتستخدمي ادواتك الرقابيه بشكل صحيح تقدري تحققي التوازن في المجتمع، بتقدري تعملي خدمات مش لفرد او لدايره، لقطاع كبير لكل المواطنين في مصر، القانون بيمس كل مواطن مصري. فالاهم ان احنا نعمل قوانين تحسن حياه الناس. احنا النهارده بنتكلم، يعني احنا داخلين البرلمان اللي قبلينا خلص في ازمه كورونا، واحنا داخلين في ازمه كورونا كلنا شايفين ان احنا عندنا مشاكل كبيره في قطاع الصحه، ده مهم ان احنا نتكلم فيه، مهم ان احنا يبقى عندنا طرح. نفس الحكايه احنا بنعيش ازمات التعليم من السنه اللي فاتت والتعليم عن بعد ومشاكل الانترنت، ده اولويه، دخلنا حياه جديده بالظبط مع ازمه كورونا يعني. لما يبقى عندنا طرح محترم في النهايه يقدر يوصلنا لنتيجه حقيقيه يحسها المواطن، كده حياته بتتغير للافضل، مش بس انك تعملي بلاعه وانك تصلحي حاجه مكسوره. فالاجنده مليانه جدا، هموم المصريين كبيره جدا. احنا كان عندنا فتره زمنيه اصلاحات، مجموعه من الاصلاحات الاقتصاديه ضخمه جدا اللي عانت منها الطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة، محتاجين ان احنا فعلا ناخد اجراءات حساسة تحسس الناس ان ده برلمان بمفهوم جديد قادر يراقب ويشرع وحاسس بالناس. الاهم ان احنا نبقى حاسين بالناس وبنعبر عنهم بجد. طبعا هو النائب في النهاية بيمثل حال الشعب، هو لسان طبعاً. المواطن طبعاً. اللي بيحكي مشكلته ايه بالتأكيد طبعاً. يعني وفي نفس الوقت هو بيراقب الشعب ده، يعني في مراقبة شعبية قبل أي حد طبعا. إزاي بتحققوا المعادلة دي بقى، إنك تخدميه وتقدمي له اللي هو عايزه، وإنك تشرعي القوانين، وفي نفس الوقت إنك تحققي حالة الرضا اللي برضو مطلوبة لأن هو اللي انتخبك طبعا. بتعملي إيه بقى علشان الكفتين دول يتوزنوا؟ طيب. هي دي، هو ده التحدي يا ريهام. عاوزة أقولك إن إحنا بقالنا فترة من اول ما لقينا الحمد لله في تكليف وتشريف لينا ان احنا نمثل الشعب الابي ده، احنا اشتغلنا على نفسنا جامد جدا، بالاضافه لملفاتنا اللي طول حياتنا احنا شغالين فيها، يعني أيوة. كل حد فينا له الكارير وله المجال بتاعه طبعاً. انا دكتوره جامعه، شغلي في الاداره، اداره مخاطر، اشتغلت فتره مستشار لوزير الشباب لرياده الاعمال، عامله زماله، فاذا الحاجات دي كلها كونت عندي منظومه من الافكار اللي عاوز اخدم بيها البلد. ولكن احنا ما اكتفيناش في التنسيقيه بده، احنا قعدنا وعملنا في التنسيقيه من ضمن التقسيمه والهيكل اللي في التنسيقيه في لجان نوعيه مختلفه تماثل طبقا للجان الموجوده داخل البرلمان، بحيث ان احنا ندخل مستعدين، احنا مش داخلين بافكار مجرد افكار متبعثره ومتناثره، لا، ملفات مدروسه ومقروءة كويس جدا ومكتوبة كويس جدا، التشريعات اللي فيها متناولة بالمادة، فين التعديل وفين فإذا احنا لما حطينا البرنامج الانتخابي، وده كان مطلوب مننا وعهد علينا في التنسيقية، ما حدش يحط برنامج انتخابي يطلع بس شو في الإعلام، لا، لازم يكون البرنامج الانتخابي واقعي وملتزم بيه، واحنا على قدر المسؤولية والمساءلة من الشعب اللي انتخبنا، لان هو ده الامانه المحطوطه على كتفنا، هو ده التحدي اللي احنا بنقول برلمان مفهوم جديد، مش هنقول حاجه احنا مش قدها، مش هتلاقي عضو من اعضاء التنسيقيه سواء برلمانيه او برلماني يقوم يتكلم جزافا، لا، مش احنا. الفكره ان احنا ملفاتنا مطروحه، اتدرست، اتناقشت في كل المجالات وفقا لاهتمامات كل حد فينا. انا كغاده اهتمامي الشباب، المراه، المناطق الحدوديه، التحول الرقمي او محو الاميه الرقميه. الشباب في حد ذاته انا عندي بمسك فيه التمكين الاقتصادي للشباب، لو فندنا التمكين الاقتصادي هلاقي عندي فيه
بالرغم ان عندنا حاجة اسمها قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ده عمل قفزة نوعية في الحالة الاقتصادية طبعاً. وفي تمكين الشباب، ولكن احنا دايما كشباب بنطمح للشباب الاخرين زي ما مايز ملكي قالت، احنا في شباب تانيين متعلقين في رقبتنا واصغر مننا واحنا عندهم مشاكلهم طبعا عندنا محددين ايه التعديلات اللي احنا عاوزينها عليه، ايه المقترحات اللي هتمكنهم اكتر. قانون حوافز الابتكار على قد ما هو عمل للابداع يعني تحفيز كبير قوي، لكن في قطاعات زي قطاع التشييد والبناء، قطاع التعليم صحيح. فده محتاجين شغل فيه المراه. قانون العنف الموحد محتاجينه بقى ينزل على الارض طبعا. مفاوضات التمييز لا محتاجينها تنزل على الارض. ففي حاجات اتدرست والمجلس القومي للمراه عمل شغل كبير فيها. المناطق الحدوديه نفس الكلام، الرياضه في المناطق الحدوديه مطلوب شعبي. طيب يعني التعاون ده بقى مي، التعاون بين المجالس بين المسؤولين عن ملفات كتيرة جدا اكيد محتاجين فيها وانتم بتطرحوها انه يكون في تشجيع من المؤسسات دي اللي معنية بحل الملفات دي اللي هي بتقدم قضايا معينة سواء بقى خاصة بالشباب بالمرأة، شايفة ازاي ممكن انكم توصلوا للهدف وفي نفس الوقت يكون عندكم الدايرة دي، الدايرة المشتركة دي المتضافرة ما بين كافة الجهات المعنية بقضية بتقدميها وإن كانت زي ما قلت التعليم والشباب والخدمة العامة اللي مطلوبة منكم؟ سؤال حضرتك مهم جدا. هو أولا إحنا كلنا سياسيين وفي مننا صحفيين سياسيين، ففكرة التواصل مع الجهات المختلفة هو قائم في طبيعتنا من أكثر من 10 سنين بمقتضى أن دي كانت طبيعة عملنا في فترة طويلة، فقادرين أن احنا نتواصل مع المؤسسات. هنحاول كمان الفترة الجاية أن احنا مش مجرد تواصل للتواصل، أيوه. لا احنا كمان لازم تبقى عندنا آليات للإقناع، لازم يبقى عندنا رؤية واضحة علشان لما اجي اطرحها على مسؤول يقتنع بيها ويتحمس ويبدا يشتغل معايا فيها، مش هيبقى كلام احلام كده في المطلق يعني. ففعلا كلام حضرتك سليم جدا، واحنا بنبدا نشتغل على ده بشكل ممنهج وكل قضيه عندنا ليها ملف معد بمعلومات دقيقه. ايه اهم حاجه يعني نفسك تلاقي فيها سرعه في التعامل معاها؟ اهم قضيه، اهم قضيه انا مهتميه جدا بالثقافه، انا بحب الثقافه وثقافة في المجتمع هي حصن أمان ضد أي تطرف، ضد أي مشاكل إحنا بنعاني منها، ليها علاقة بالجريمة، ليها علاقة بالأخلاق، ليها علاقة أي جريمة في الدنيا أو صحيح. أي شيء في الدنيا ندور وراه كده هنلاقي إن في مشكلة ما في الثقافة، الثقافة انحدرت بسبب أو لأسباب معينة. فالملف ده كبير وواسع ومتشعب، بس مهتمة جدا خلال الفترة اللي هبقى موجودة فيها عضو مجلس نواب ان احنا نبدأ نفند الملف ده ونشوف تأثير الثقافة على شرائح المجتمع المختلفة واحنا أثرنا في حق مين، لان احنا في شرائح من المجتمع احنا كمثقفين أثرنا في حقها وأهملناها، فراحت بقى لطرق تانية خالص. ده حقيقي. دي الأولى بالرعاية والأولى بالاهتمام. نجيبها مرة تانية. صحيح. الأولى بالرعاية والأولى بالاهتمام، لاني انا لو بصيت بداخلها بعمق هلاقي ان فيها قدر من الجريمه، بقى فيه يعني بقى فيه فنون في الجريمه، ما بقتش مجرد جريمه طبعاً عاديه. اكيد حاجات غريبه جدا وفي سلوكيات دخيله على المجتمع. الحقيقه الكلام معاكم بجد عايزه وقت اطول وان شاء الله نتقابل تاني. بشكركم اميره العدلي، بشكرك غاده علي، بشكرك مي كرم جبر، انا سعيده بوجودكم النهارده وان شاء الله يبقى عندنا جلسه اطول نعرف فيها افكاركم واجنده عملكم الفتره اللي جايه. كل التوفيق وكل التقدير للمهمة اللي بتقوموا بيها وربنا معاكم إن شاء الله. شكرا. بشكركم على المتابعة وتصبحوا على خير.